انا قلت اصور شوية. دلوقتي الساعة 8:30، انا واقف بعيد حبة، لكن شايفين الناس واقفة قريبين من بعض. وعلى 8:30 ده يعتبر كتير، لأن معظم الناس بتتلمح على مثلا نقول 5 أو حاجة، بتبقى الدنيا ابتدت تطر شوية، أو بيروحوا على 7، بالذات النهاردة يوم الحد. وشايفين ناس بتيجي يعني، وأنا جاي شفت الناس بتيجي، فشايفين أنا في شوية تجمعات. طبعا انا مش عايز اقرب عشان ما يبانش ان انا بصورهم، انما نشوف كده على مدى البعيد ومرمى البصر هتلاقي ان يعتبر الشاطئ مليان، اذا كان على البحر او بعيد عن البحر، من اليمين للشمال. يعني نشوف، نبعد عن الشبكة كده شوية، شايفين في هناك ناس أكتر. فده يعتبر ناس كتيرة على البحر.